بسم الله الرحمن الرحيم. بيجي لي سؤال كتير يعني بأشكال مختلفة، ولكن هو الباك جراوند اللي وراه يعني أساسها موضوع الكومفورت زون والكارير بروجريشن. هو السؤال أشكاله مختلفة، زي حد مثلا بيحب جراحة القلب والصدر مثلا ومش جاياله في الجامعة، وبيتكلم في الصحة ونقول له يا عم في الصحة ما فيش الكلام ده، يقول لك طب اخدها في انجلترا. يا سيدي ما فيش في انجلترا القصة ديت، ما بتاع هحاول وبتاع، عشان خاطر هو ايه، هو ممكن يكون جاي له مثلا جراحة عامة مثلا بس مستقلها، يعني مش شايف ان الكارير بروجريس بتاعها هيبقى قوي، او يعني مش هيلبي رغباته في الكارير الساتسفاكشن بتاعه. زي دكتورة شفت سؤالها على الجروب بتتكلم إن هي لسه يعني في قعدة النيابات بتاعة الجامعة ديت، فيعني جاي لها فرصة الأكاديمي، فهي متضايقة جدا من موضوع الأكاديمي دوت، وشايفة إن ده مش هيعمل لها الساتسفاكشن وهتكتئب وبتاع. فهي يعني ما شاء الله يعني اكتئبت بروسبكتيف، اكتئاب لقدام، زي اللي قرت في الريسيرش تعرف يعني ايه بروسبكتيف، يعني ايه يعني اكتئبت قبل ما تعمل اي حاجه خالص لمده 10 15 سنه لقدام. هي افترضت ان هي هتاخد الاكاديمي، وافترضت ان هي هتشتغل فيه مثلا 3 4 سنين 5 سنين وات ايفر، وان هي مش هتعمل اي بروجريس فيه، وان هي هتكتئب، وعشان كده هي بقى يعني متضايقه دلوقتي على اساس الخيال بتاعها لقدام. سؤال بيجي يعني هو ملخص المجموعة دي من الأسئلة. الناس اللي هي بتتكلم في الكارير بروجيشن ده، طبعا في ناس أنا أعرفها شخصيا قاعدة مثلا في الخليج جي بي مثلا، وطبعا لظروف مادية أو ظروف الدنيا ما مشيتش معاه في مصر لظروف كتير خالص، وقعد في الخليج جي بي ومتضايق، وممكن يفضل عايش طول عمره متضايق، عايش طول عمره زهقان وطول عمره قرفان، وحاسس بان الدنيا باظت خلاص كده معاه، وان هو طبعا ما عملش كارير بروجريس. واصدقائه طبعا بيشوف دفعته، يعني يشوفك يقول لك فلان وفلاني ده كان انا كنت اشطر منه، هو راح مثلا بيشتغل مثلا جراحة مش عارف ايه وبتاع، ولا واحد تاني بيشتغل في امريكا مش عارف ايه وكذا وكذا، يعني واشتغل مثلا جراحة كذا ولا بيشتغل رمد كذا، واحد عمل الدكتوراه وانا لسه قاعد كده بالماجستير بالبتاع ده بالبكالوريوس بتاعي وجي بي وبتاع. ف مرة واحدة قررت ان انا آسف كان جاء تليفون قطع التسجيل. الإجابة على السؤال ده تتلخص فيه، يعني هحكي قصة كده الأول وبعد كده إيه هجاوب على السؤال. لما كنت في بداية النيابة بتاعتي كده، وأنا أنا استلمت نيابة في نيابة جراحة أورام في طنطا، فكنت ايه عشان ابقى في طنطا اقرب مكان ليا، انا كنت قاعد عايش في اسكندريه يعني، فاسكندريه من طنطا كانت بتبقى بعيده شويه، فقلت اقعد في البلد الفتره دي. البلد عندنا في البحيره يعني، ده احنا انا اصلا من البحيره بالدلنجات، لو حد يسمع عن بلد اسمها الدلنجات قريبه من طنطا شويه وبتاع. فبيتنا في الدلنجات ديت ما بيبقاش في حد، احنا يعني كلهم بيبقوا قاعدين في اسكندريه، والناس بتبقى موجوده في بيت الدرنجات ده في وقت الايه، في وقت الاجازات والاعياد والحاجات زي كده. انا كنت مقيم فيه لوحدي اقامه كامله، فكان طبعا في جدي وستي الله يرحمهم الاثنين، هم يعني ابو والدي وام والدي، وكان في واحده عايشه معاهم اللي هي بنت، يعني كانت تبقى بنت عم جدي، يعني ما كانش لها حد، ما كانش لها اولاد، ما كانتش متجوزة يعني، كانت اتجوزت واتطلقت وملهاش أولاد ما خلفتش وكده. فالست دي كانت مقيمة معانا، ست كبيرة يعني، كانت ست عندها يعني في حاجة وسبعين سنة، بس كانت صحتها كويسة يعني في الفترة اللي أنا كنت موجود فيها دي كانت صحتها كويسة. الست دي علمتني حاجة مهمة جدا،
يعني أنا كنت كاتب مقال كده على صفحتي الشخصية، من هم العظماء؟ وقعدت تخيلت هما مين العظماء اللي في الدنيا؟ هما هل العظماء العلماء اللي عملوا العلم واللي عملوا زي مثلا أينشتاين زي بتاع، ولا هل العظماء الناس اللي هما معاهم فلوس، الأغنياء الأثرياء مثلا زي مثلا إيلون ماسك زي بيل جيتس زي بتاع، ولا هل العظماء الناس اللي حاربوا والناس اللي مثلا قادة الحرب صلاح الدين الأيوبي ولا السادات ولا واتيفر أي حاجة في الحرب؟ ولما فكرت كتير لقيت إن إحنا لو اقتصرنا العظماء على الشخصيات ديت في تاريخ البشرية هيبقوا يعني اللي هو إيه، يعتبر 1% مثلا 2%، يعني مش منطقي. يعني في ناس كتير كويسة، وأنا شايف إن أكتر ناس كويسة واللي يستحقوا لقب العظماء الواحد اللي يبقى مفيد لغيره. الست دي على قد ما هي كانت بسيطة جاهلة، ما بتعرفش تقرا وتكتب، ولا معاها ماجستير ولا دكتوراه ولا بفكر في الكارير بروجريس ولا الكومفورت زون ولا الكلام ده، بس الست ديت في وجودها هي اللي كانت بتخدم جدي وجدتي، كانوا كبروا في السن، وهي اللي كانت بتخدمني في الفترة ديت، كانت تعمل لي الأكل وتغسل لي الهدوم وتغسل لي المواعين من غير ما أطلب منها. بالعكس، ده أنا كنت بقول بقى يعني كنت بأشفق عليها، كنت بقول لها لا ما مالكيش دعوة بأكلي، أنا هتصرف، وهي تفضل برضو إيه تشيل الأكل وتطلعه لي لحد فوق. لما ماتت الست دي البيت وقع، يعني ده بقى يدل إن البني آدم المفيد في مكان ما أول ما بيسيبه بيحصل مشكلة، لأن هو كان مفيد، البيت وقع فعلا. يعني طبعا هي كانت بتخدم جدي وست الله يرحمه، فاضطروا بقى إن احنا نجيب ناس تانية عشان تخدمهم، واضطر إن احنا نشوف بقى بناتها وولادها، كل واحد بقى بيلف، وطبعا خناقات ومشاكل، يعني عارفين الحاجات الاجتماعية دي، مين اللي هيقعد بيها ومين اللي هيقعد مش عارف إيه وبتاع. أنا طبعا يعني اتبهدلت خالص، ما كانش في حد، يعني الدنيا بقى العزاب عارفين القصة دي. باختصار، البني آدم اللي عشان يبقى يعني يفكر صح لازم يبقى يفكر إن هو في المكان اللي هيبقى فيه يبقى مفيد، دي أهم حاجة، مش يفكر إن هو جي بي ومش عارف وأكاديمي ولا ياخد مش عارف تخصص إيه ولا ياخد بتاع إيه. المهم إن أنت تبقى بني آدم مفيد، المهم في المكان اللي أنت هتبقى فيه، واتيفر، حتى لو كان انت هتشتغل بالبكالوريوس بتاعك، حتى لو كان انت هتشتغل هتاخد ماجستير وهتقعد، حتى لو كان انت خلاص في اصل احنا بنختلف، الناس مش زي بعض، مش كلنا هنبقى بروفيسورات في جامعة اوكسفورد، مش كلنا هناخد جائزة نوبل، مش كلنا هنعمل ويبل في العمليات، في واحد هيعمل ويبل وفي واحد هيعمل زايدة، بس انت ما هو انت اللي هتعمل الزايدة ده لو انت بتعملها صح وبتعملها شاطر فيها وبتعملها بشطارة وبتعملها بضمير وبتعملها بالكومبليكيشن ريت بتاعك كويس قليل، ما انت هتبقى مفيد للمجتمع اللي انت فيه. انت مثلا شغال في قرية جراحة عامة وبتعمل عمليات كويسة وبترضي ضميرك، انت مفيد في المكان اللي انت فيه، ممكن تكون مفيد اكتر من بروفيسور في جامعة اوكسفورد في انجلترا وبيعمل عمليات بس ما هوش مفيد في المكان اللي هو فيه قوي، ما هوش بيقدم. ممكن على فكرة اللي اشتغل بره هيعرف ان انت الناس اللي شغالة هنا اغلبها ديفنسيف ميديسن، والديفنسيف ميديسن ده هو بيشتغل لنفسه، هو ما بيفكرش في الفايدة للناس اللي حواليه، هو بيفكر ان هو يحمي نفسه من المشاكل فهو مش بيفكر في فايدة الناس اللي حواليه قوي يعني. فصدقني يعني ما تشغلش بالك قوي بالقصة دي، انت تشغل بالك ان انت تشتغل وتتعب بس، مش اكتر من كده، وشغلك ده سواء هيوصلك لكومفورت زون او هيوصلك لبروجريس او مش دي مش ما تحط يعني. افرض انت مثلا وصلتك الظروف، تعبت وذاكرت بس ما توفقتش لسبب اسباب كثيرة، كسلت، حتى لو انت مثلا كسلت فترة من حياتك وما توفقتش، وجيت مثلا لقيت نفسك شغال جي بي في حتة معينة في الخليج مثلا، خلاص خليك مفيد بقى، خليك جي بي مفيد، انت بتقدم خدمة والخدمة دي تقدمها بإخلاص وقدمها بأكفأ ما يكون،
والحياة ما بتقفش عند الطب. ما تكتئبش بقى وتنقل الاكتئاب ده معاك بيتك، فتضر بيتك وتضر عيالك، وما تديش عيالك وتدي بيتك القدر الكافي من اهتمامك. ما انت هتبقى مكتئب في الشغل، فتروح البيت زهقان، فانت طبعا مش هتربي ابنك، مش هتحتفل معاه مثلا بالاعياد وبرمضان وتقعد تشرح له وتقعد، ما انت انت مخنوق يا عيني، ما انتش طايق. ولكن افهم، لو انت فاهم ان الحياة ما هيش كده، الحياة مش الهدف منها ان احنا كلنا نبقى بروفيسورات، مش الهدف منها ان احنا كلنا يبقى عندنا كارير بروجريس، مش الهدف منها ان احنا نقعد نشتم في الكومفورت زون ونقول منتاليتي ومش عارف ايه، خالص مش الهدف منها خالص. الهدف من الحياة حاجات تانية. الهدف من الحياة يعني لو انت مسلم او مسيحي وعارف ربنا، فالهدف من الحياة ان انت بتقرب من ربنا، ان انت عايز لما تموت يبقى ليك ذكرى كويسة، ان انت عايز لما تموت يقول والله الفلان ده الله يرحمه، ان انت تبقى مفيد في المكان اللي انت فيه، قدمت خدمة كويسة مهما كانت الخدمة دي بسيطة، ان انت تغير من شخصيتك، ان انت مثلا لو انت كنت بتغضب تبقى قليل الغضب، لو انت كنت بتزعل تبقى يعني تحاول تسيطر على الاكتئاب وعلى الزعل بتاعك، لو انت كنت يعني تغير من شخصيتك. ده الهدف من الحياة، مش الهدف ان انت تعمل يعني عمليات كذا، ولا انت تعمل بيبقى جي بي كذا، ولا انت تبقى مش عارف بتاع دوت بروفيسور في كذا، ولا انت تبقى. فأرجو من الناس اللي بتسأل أسئلة من هذه النوعية، ما تبص يعني ما تكتئبش قوي كده قبل ما تبدأ أي حاجة أصلا. يعني ابدأ الأول واشتغل واتعب ويعني على قد طاقتك. يعني ما في في ما هو مش كلنا هنبقى زي بعض، مش كلنا هنبقى. المهم، الأهم من الموضوع ده كله، والأهم من الكارير بروجرس، والأهم من أنت تقعد تشتم في الكومفورت زون وتلعن في حظك، إن أنت تبقى إنسان مفيد ولو كانت الإفادة ديت. عشان كده أنا جبت المثال بتاع الست اللي هي الله يرحمها، اللي أنا دايماً بترحم عليها لأن هي كانت مفيدة، ولما مشيت من المكان ده المكان وقع. ومن خبرتي في الشغل، يعني لما كل ما اروح مكان اشتغل فيه، مستشفى مكان فيه، لما بيبقى فيه حد شغال كويس وحد مهما كان الليفل بتاعه، سواء كان عامل او سواء كان ممرض او سواء كان دكتور معهوش شهادات او بتاع، بس لو حد كويس ومفيد، اول ما بيمشي بيحصل نقص، بيحصل خلل. انما كتير جدا حتى لو معاه دكتوراه، ممكن بالعكس، ممكن لما يمشي يقول لك يا ساتر، غار في 60 داهية، يخرب بيت شكله. وشغالين هنا في انجلترا اهو كونسلتنتس كتير جدا، والشهادات تقول زي ما انت تقول، الناس مش طايقاه، الناس اللي حواليه مش طايقاه، ولما بيغور في داهيه سواء بياخد اجازه ولا بتاع بيبقى يعني احتفال. فانت عايز تبقى كده؟ يعني انت ده اهم حاجه عندك. ما خلي بالك، انت لو بتفكر كده هتبقى كده، لان هتبقى المنتاليتي بتاعتك، انا نفسي بشهاداتي البروجريس بتاعي، مش هيبقى المنتاليتي بتاعتك ان انت تبقى مفيد للناس، وان انت والله جمعت بين دي ودي يا سلام، يعني يبقى كده خدت الدنيا والاخر. بس لو ما جمعتش بين دي ودي مش مشكله، مش مهم، المهم الاساسي ان انت هتبقى خدت الايه، الحته اللي هي هتوديك ان شاء الله باذن الله كده في الاخره في ايه، في ربنا يحاسبك كده، يبقى انت عملت ايه. انت وانت ممكن في خلال الكارير بروجريس بتاعك دوت، زي الحكايه اللي حكيتها كذا مره، وانا بالنسبه لي شايفها يعني حكمه، يعني حكايه، يعني الراجل اللي كان رايح يمتحن، رايح يخلص الدكتوراه، خلص الدكتوراه رايح يمتحن وهو في الطريق مات. يعني ما احنا بنحاسب على السعي، على السعي مش على النتيجه النهائيه. ارجو يكون الكلمتين دول يعني مفيدين. التسجيل ده هحطه على اليوتيوب، وربنا يوفقكم، واللي عايز يوصل للكارير بروجريس بتاعه. يعني انا طبعا ده مش دعوة لان احنا ما نشتغلش، بالعكس ده دعوة ان احنا نشتغل ونتعب، بس ما نقلقش، ما نعملش ستريس على نفسنا، ما ناخدش كل حاجة على صدرنا. والله يعني انا شفت، انتوا يمكن لو صغيرين، الشباب الصغير ما شافش، انا شفت الناس اللي هي وصلت لمرحلة ديت مثلا ما مشيتش معاه،
ما تخبط في الكارير بروجريس بتاعه والدنيا بتظبط ما مشيتش، ما تكتئبش بقى، حاول تبقى مفيد في اللي انت بتعمله في مكانك، حاول تبقى مفيد لأسرتك، أسرتك الصغيرة، أسرتك الأكبر منها، سواء ابنك بنتك ومراتك الصغيرة أكبر منها، والدك والدتك أمامك أكبر منها، لو أنت ممكن تبقى مفيد للمجتمع اللي أنت فيه، سواء بتعمل أعمال خيرية، بتشارك في مثلا حاجات الخيرية الموجودة ديت، خليك حي، خليك حي. إنما صدقني الاكتئاب دوت بتموت وما تبدأش. يعني الجروب عندنا كله يعني ناس، يعني أنا واخدها من الأول، واخد الناس من الأول، يعني اللي هي الحديث التخرج والجماعة بتوع الامتياز والطلبة والجماعة دول، عشان خاطر ما يغلطوش. يعني يمكن ديت يعني ميزة ان احنا بناخد الناس كده من اول تفكيرك وكده، فكرش بالطريقة الستريسفول دي، ان انت يعني هتموت على الموضوع. يعني انتوا بتكتئبوا من قبل ما تعملوا حاجة يا جماعة، يعني حاجة، يعني انا طبعا ما بلومكوش، بالعكس انا بقول لكم انا كنت كده وانا غلطت نفس الغلطات ديت. فيعني اتمنى الناس ما تغلطهاش، وأتمنى تستفيدوا من الكلام اللي احنا بنقوله دوت، وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.